أنا مين أنا مين؟ أنا اللي كل جروح سلام. ومن الزمان مجروح. يا عيني طب أنا اللي كل جروح يا ولا ومن الزمان أنا اللي تايه أنا اديله ويوم عذابي بسنة ريسيله أنا اللي تايه أنا ويوم عذابي بسنة ولما أقول الناس يقول جرالها حاجه والله العظيم انا عمري ما هسامحك وهحملك المسؤوليه كامله انت سامع ولا مش سامع ايه النجله اللي زي الطين على دماغك دي احنا كنا كويسين عن اذنك عن اذنك ايه انا اللي تايه انا ويوم عذابي بسنة انا اللي واكل انا كنافه بالمنجنه انا اللي كل جروح من الزمن مجروح ويوم عذابي بسنة انا اللي تايه انا ويوم عذابي بسنة انا اللي رايح رايح اختي جايه بفضايح انا جمعتكم النهارده عشان خاطر الاجتماع المهم اللي هنتكلم فيه عن موضوع في غايه الاهميه وهو الاهميه والشده والاتجاه الموحد. الله الله حلو قوي الحاجات دي طبعا. بس في سؤال، يا ترى الاتجاه الموحد ده اتجاه واحد رايح بس ولا وان وين؟ نكمل الاجتماع المهم اللي انا جمعكم عشانه. ايوه بس هي جمله عظيمه يعني. طبعا انا كلامي كله عظيم يا ابني. اتفضل. ندخل على الاجتماع. نرجع تاني للاجتماع بتاعنا، هنتكلم عن امرين مهمين جدا. الامر الاولاني احنا عايزين نكبر مشاريعنا اللي شغاله. تمام؟ الامر الثاني نشغل مشاريعنا اللي كبرانا. تمام؟ سؤال بيقصد لا انا عارف انا اقصد ايه، مش عايز حد يتكلم بالنيابه عني، ماشي؟ احنا طبعا خرجنا برا الاجتماع، نرجع للاجتماع تاني. احنا عايزين نتكلم في مواضيع مهمة جدا من اهمها ان احنا يعني انا عايز افتح مصنع شامبو. خلاص لازم نفتح مصنع شامبو. ليه ما نفتحش مصنع شامبو يا عم شريف؟ شعورنا محتاجة شامبو، البلد محتاجة شامبو. الشامبو بيكسب كتير يا عم شريف، ودي فاتت عليكم ولازم تركزوا في الموضوع ده. تمام؟ وبعد ما ربنا يكرمنا في الشامبو نفتح بلسم. ها؟ تاخد بالك معايا؟ بلسم عشان ايه؟ عشان البلسم. بعدين ربنا يكرمنا في البلسم نفتح بلبن. ولا ايه؟ يا سلام. ايوه كده. اهو بوم. بتضحكي يعني بالاجتماع رسم. بوم 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 مع الفروه. هاي. اهلا اهلا اهلا. كيفكم؟ اهلا وسهلا. نورتوا اجتماعنا الاول اللي انا عامله ما اعرفش عامله ليه بس عامله. نورت يا زينب. احب اعرفكم يوسف جوز زينب، اختي زينب جوزة يوسف. اهلا وسهلا، منورين يا زينب. طيب ما بدك تقول له ان احنا لجينا؟ ما بدك تقول انه يوسف صار بارت من الشركه؟ لا يوسف طبعا انا وعدتك ووعد الحر دين عليه و وعدت اختي زينب وان شاء الله هتشتغل معانا في الشركه وهتبقى عالي العال معاك الدنيا ان شاء الله، ما تقلقش. تمام يوسف. هيبقى يا زينه معانا بارت ان شاء الله. هيبقى بط كيف يعني؟ هيبقى بط ان شاء الله. هيبقى بط برضه ان شاء الله. تمام يعني. طيب حبيبي خلص شغلك ومعيدك وهلا برجع بشوفك تحت على رواق. اوكي حبيبه قلبي ماشي باي. بدي اشتغل معانا ايه بقى؟ ايه؟ اشتغل معانا ايه في الشركة؟ أي حاجة، أي حاجة، اشتغل معانا أي حاجة. مش مشكلة، أنت بتشتغل معانا ايه؟ أنا شغال مدير الشركة. يشتغل مساعد مدير الشركة. أنا مش عايز مساعدين معايا. يشتغل مدير الشركة في الأوقات اللي أنت مش حابب تبقى مدير الشركة فيها. أنا حابب أكون مدير كل يوم وكل ساعة وكل وقت عشان أحافظ على الشركة دي. خلاص يبقى نشغله في الريسبشن. أنت بتهلفت يا سويلم. أنت قطع أرزاق ليه يا أخي؟ الأرزاق على الله، سيب الواد يعيش. الله مش لسه هيتجوزها وهيجيبوا نونو صغنن صح ولا ايه؟ لا مش صح. امال ايه؟ فيش نون نعرف منين احنا نجيب نونو ولا ما نجيبش؟ المهم يعني مش عايزين نقطع رزق حد والنبي عم شريف، ما تخشش في الارزاق. جميله. بعد اذنك يا سولم بيك. الله يخليك.